معدات وآليات عسكرية بأنواعها المختلفة انتشرت في منطقة كرمان وسط إيران استعداداً لمناورات عسكرية ستبدأ السبت لمدة 3 أيام، حيث تنطلق قوات الحرس الثوري بتنفيذ مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 8. القوات المشاركة انتشرت في المنطقة المحددة بمساحة 600 كم مربع، وتتدرب على التحكم بطرق الاستطلاع والرصد. المناورات ترمي لاختبار التكتيكات الدفاعية والتجهيزات الجديدة لدى القوات البرية وتقييم جهوزية الوحدات المدربة ومدى نجاحها على تطبيق الاستراتيجيات على الأرض. انتشرت قوات الحرس الثوري البرية بأنواعها على منطقة بمساحة 600 كم، وتقوم هذه القوات حالياً بالتدرب على التكتيكات والتقنيات الجديدة للقوات البرية في الحرس الثوري لكي تتمكن من تنفيذها خلال المناورات. كما تشهد اختبارات لأنظمة الحرب الإلكترونية والاتصالات بين الوحدات العسكرية دون تمكن العدو من اكتشافها أو متابعتها. إن التواصل سوف يكون واسعاً وبطرق مختلفة بين الوحدات دون أن يتمكن العدو المفترض من اكتشاف أي من أماكنها أو يعثر عليها. نحن نقوم برصد المنطقة ولن نسمح بأن يقوم العدو المفترض بالتشويش على وحداتنا. حالياً طائرات استطلاعنا تراقب كل منطقة المناورات. قائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري وخلال تفقده القوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي قبيل انطلاق المناورات قال إن على الأعداء أن يعيدوا النظر في حساباتهم وأن يتصرفوا وفقا للحقائق الموجودة بالقوة وبالفعل في الإمكانيات الوطنية للبلاد، وطالب أعداء إيران بالتخلي عن أسلوب التهديد والترهيب في التعامل معها، مؤكداً قدرة الردع الاستراتيجية لقدرات البلاد العسكرية. جعفري أوضح أن إيران تشرف على المصادر الاستراتيجية للعالم وهدفها استقرار المنطقة خلافاً للقوى الأجنبية القادمة من خارجها. معدات وآليات عسكرية بأنواعها المختلفة انتشرت في منطقة كرمان وسط إيران استعداداً لمناورات عسكرية ستبدأ السبت لمدة 3 أيام، حيث تنطلق قوات الحرس الثوري بتنفيذ مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 8. القوات المشاركة انتشرت في المنطقة المحددة بمساحة 600 كم مربع، وتتدرب على التحكم بطرق الاستطلاع والرصد. المناورات ترمي لاختبار التكتيكات الدفاعية والتجهيزات الجديدة لدى القوات البرية وتقييم جهوزية الوحدات المدربة ومدى نجاحها على تطبيق الاستراتيجيات على الأرض. انتشرت قوات الحرس الثوري البرية بأنواعها على منطقة بمساحة 600 كم، وتقوم هذه القوات حالياً بالتدرب على التكتيكات والتقنيات الجديدة للقوات البرية في الحرس الثوري لكي تتمكن من تنفيذها خلال المناورات. كما تشهد اختبارات لأنظمة الحرب الإلكترونية والاتصالات بين الوحدات العسكرية دون تمكن العدو من اكتشافها أو متابعتها. إن التواصل سوف يكون واسعاً وبطرق مختلفة بين الوحدات دون أن يتمكن العدو المفترض من اكتشاف أي من أماكنها أو يعثر عليها. نحن نقوم برصد المنطقة ولن نسمح بأن يقوم العدو المفترض بالتشويش على وحداتنا. حالياً طائرات استطلاعنا تراقب كل منطقة المناورات. قائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري وخلال تفقده القوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي قبيل انطلاق المناورات قال إن على الأعداء أن يعيدوا النظر في حساباتهم وأن يتصرفوا وفقا للحقائق الموجودة بالقوة وبالفعل في الإمكانيات الوطنية للبلاد، وطالب أعداء إيران بالتخلي عن أسلوب التهديد والترهيب في التعامل معها، مؤكداً قدرة الردع الاستراتيجية لقدرات البلاد العسكرية. جعفري أوضح أن إيران تشرف على المصادر الاستراتيجية للعالم وهدفها استقرار المنطقة خلافاً للقوى الأجنبية القادمة من خارجها.
معدات وآليات عسكرية بأنواعها المختلفة انتشرت في منطقة كرمان وسط إيران استعداداً لمناورات عسكرية ستبدأ السبت لمدة 3 أيام، حيث تنطلق قوات الحرس الثوري بتنفيذ مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 8. القوات المشاركة انتشرت في المنطقة المحددة بمساحة 600 كم مربع، وتتدرب على التحكم بطرق الاستطلاع والرصد. المناورات ترمي لاختبار التكتيكات الدفاعية والتجهيزات الجديدة لدى القوات البرية وتقييم جهوزية الوحدات المدربة ومدى نجاحها على تطبيق الاستراتيجيات على الأرض. انتشرت قوات الحرس الثوري البرية بأنواعها على منطقة بمساحة 600 كم، وتقوم هذه القوات حاليا بالتدرب على التكتيكات والتقنيات الجديدة للقوات البرية في الحرس الثوري لكي تتمكن من تنفيذها خلال المناورات. كما تشهد اختبارات لأنظمة الحرب الإلكترونية والاتصالات بين الوحدات العسكرية دون تمكن العدو من اكتشافها أو متابعتها. إن التواصل سوف يكون واسعاً وبطرق مختلفة بين الوحدات دون أن يتمكن العدو المفترض من اكتشاف أي من أماكنها أو يعثر عليها. نحن نقوم برصد المنطقة ولن نسمح بأن يقوم العدو المفترض بالتشويش على وحداتنا. حالياً طائرات استطلاعنا تراقب كل منطقة المناورات. قائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري، وخلال تفقده القوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي قبيل انطلاق المناورات، قال إن على الأعداء أن يعيدوا النظر في حساباتهم وأن يتصرفوا وفقا للحقائق الموجودة بالقوة وبالفعل في الإمكانيات الوطنية للبلاد، وطالب أعداء إيران بالتخلي عن أسلوب التهديد والترهيب في التعامل معها، مؤكداً قدرة الردع الاستراتيجية لقدرات البلاد العسكرية. جعفري أوضح أن إيران تشرف على المصادر الاستراتيجية للعالم، وهدفها استقرار المنطقة خلافاً للقوى الأجنبية القادمة من خارجها. معدات وآليات عسكرية بأنواعها المختلفة انتشرت في منطقة كرمان وسط إيران استعداداً لمناورات عسكرية ستبدأ السبت لمدة 3 أيام، حيث تنطلق قوات الحرس الثوري بتنفيذ مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 8. القوات المشاركة انتشرت في المنطقة المحددة بمساحة 600 كم مربع، وتتدرب على التحكم بطرق الاستطلاع والرصد. المناورات ترمي لاختبار التكتيكات الدفاعية والتجهيزات الجديدة لدى القوات البرية وتقييم جهوزية الوحدات المدربة ومدى نجاحها على تطبيق الاستراتيجيات على الأرض. انتشرت قوات الحرس الثوري البرية بأنواعها على منطقة بمساحة 600 كم، وتقوم هذه القوات حاليا بالتدرب على التكتيكات والتقنيات الجديدة للقوات البرية في الحرس الثوري لكي تتمكن من تنفيذها خلال المناورات. كما تشهد اختبارات لأنظمة الحرب الإلكترونية والاتصالات بين الوحدات العسكرية دون تمكن العدو من اكتشافها أو متابعتها. إن التواصل سوف يكون واسعاً وبطرق مختلفة بين الوحدات دون أن يتمكن العدو المفترض من اكتشاف أي من أماكنها أو يعثر عليها. نحن نقوم برصد المنطقة ولن نسمح بأن يقوم العدو المفترض بالتشويش على وحداتنا. حالياً طائرات استطلاعنا تراقب كل منطقة المناورات. قائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري، وخلال تفقده القوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي قبيل انطلاق المناورات، قال إن على الأعداء أن يعيدوا النظر في حساباتهم وأن يتصرفوا وفقا للحقائق الموجودة بالقوة وبالفعل في الإمكانيات الوطنية للبلاد، وطالب أعداء إيران بالتخلي عن أسلوب التهديد والترهيب في التعامل معها، مؤكداً قدرة الردع الاستراتيجية لقدرات البلاد العسكرية. جعفري أوضح أن إيران تشرف على المصادر الاستراتيجية للعالم، وهدفها استقرار المنطقة خلافاً للقوى الأجنبية القادمة من خارجها.
معدات وآليات عسكرية بأنواعها المختلفة انتشرت في منطقة كرمان وسط إيران استعداداً لمناورات عسكرية ستبدأ السبت لمدة 3 أيام، حيث تنطلق قوات الحرس الثوري بتنفيذ مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 8. القوات المشاركة انتشرت في المنطقة المحددة بمساحة 600 كم مربع، وتتدرب على التحكم بطرق الاستطلاع والرصد. المناورات ترمي لاختبار التكتيكات الدفاعية والتجهيزات الجديدة لدى القوات البرية وتقييم جهوزية الوحدات المدربة ومدى نجاحها على تطبيق الاستراتيجيات على الأرض. انتشرت قوات الحرس الثوري البرية بأنواعها على منطقة بمساحة 600 كم، وتقوم هذه القوات حاليا بالتدرب على التكتيكات والتقنيات الجديدة للقوات البرية في الحرس الثوري لكي تتمكن من تنفيذها خلال المناورات. كما تشهد اختبارات لأنظمة الحرب الإلكترونية والاتصالات بين الوحدات العسكرية دون تمكن العدو من اكتشافها أو متابعتها. إن التواصل سوف يكون واسعا وبطرق مختلفة بين الوحدات دون أن يتمكن العدو المفترض من اكتشاف أي من أماكنها أو يعثر عليها. نحن نقوم برصد المنطقة ولن نسمح بأن يقوم العدو المفترض بالتشويش على وحداتنا. حاليا طائرات استطلاعنا تراقب كل منطقة المناورات. قائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري، وخلال تفقده القوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي قبيل انطلاق المناورات، قال إن على الأعداء أن يعيدوا النظر في حساباتهم وأن يتصرفوا وفقا للحقائق الموجودة بالقوة وبالفعل في الإمكانيات الوطنية للبلاد، وطالب أعداء إيران بالتخلي عن أسلوب التهديد والترهيب في التعامل معها، مؤكدا قدرة الردع الاستراتيجية لقدرات البلاد العسكرية. جعفري أوضح أن إيران تشرف على المصادر الاستراتيجية للعالم، وهدفها استقرار المنطقة خلافا للقوى الأجنبية القادمة من خارجها.